السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. الوفد السنة دي صراحة عامل حاجة جميلة جدا ورائعة جدا، يعني ان شاء الله بإذن الله هشوفوا دويتو في الشرح بين ميسو محمد الرزاحي وميسو يورا معلم. طبعا محمد الرزاحي مدرس لغة فرنسية في مدرسة عدن مبارك في إدارة الخليفة في السيدة زينب، وميسو رامي علام طبعا عالم من علام محافظة الشرقية ومدرسة السديد الدولية للغات بإدارة العاشر من رمضان. وان شاء الله باذن الله يا رب الفيديوهات تعجبكم كلها ان شاء الله. هنبدا المنهج بتاعنا ان شاء الله. المنهج خلي بالكم في سنه ثالثه بسيط جدا وسهل. هنبدا اول حاجه في المنهج افعال الرياضه. اول حاجه في افعال الرياضه فيرب فير. فيرب فير معناه يمارس، دايما بتيجي معاه دي مع المفرد المذكر، ودولا مع المفرد المؤنث، ودولا بستروف مع المتحرك، ودي في الجمع سواء الجمع كان ساكن او متحرك. في حاله النفي بقى كل الادوات دي بتتحول لدي ودو ابوستروف، دي لو بعدها ساكن ودو ابوستروف لو بعدها متحرك. الفيرب الثاني من الافعال الرياضه عندنا فعل جوي، بيجي معاه بعد منه او مع الكلمات المفرد المذكر تبدا بحرف ساكن. الحرف الجر الثاني الا بيجي مع الالعاب الرياضيه اللي بتبدا بمفرد مؤنث، بمفرد مؤنث بدا بحرف ساكن. الحرف الجر الثالث الا بص بتيجي مع الالعاب الرياضيه مفرد بنوعيه مذكره او مؤنث بدا بحرف متحرك. الحرف الجر الرابع او بيجي مع الالعاب الرياضيه ايه الجمع، سواء كان جمع مذكر او جمع مؤنث بدات بحرف ساكن بدات بحرف متحرك مش هتفرق معايا. ثم بعد كده في حاله النفي لو انا نفيت فعل جوية بين ادوات النفي ان والبا ما يحصلش حاجه في حروف الجر دي، يعني بكتب الحرف الجر كما هو بدون اي تغيير. بالنسبه بقى للفعل الثالث عندي فيرب فير وفيرب جوية ليهم وضع، اي فعل غير فير وجوية ليهم وضع مختلف ثالث، زي مثلا فيرب ايمي افعال المشاعر والميول كلها، فيرب ايمي وادوري ودوتستي وبريفيري واتغابي وكورير ولونسي وسيفلي. الافعال دي كلها بتاخد معرفه، ادوات المعرفه، زي لو اللعبه كانت عندي مفرد مذكر مبدوء بساكن باخد له، مؤنث باخد لها، لو متحرك باخد الا ابوستروف، اما لو كان عندي جمع باخد ليه. طبعا في حاله النفي مفيش اي تغيير في المعرفه، المعرفه ما بتتغيرش، بتبقى نفس الادوات هي هي، يعني في النفي بحط له ولا والا بستروف وليه، في الاثبات وفي النفي ما بتتغيرش. يبقى لازم دلوقتي نكون عارفين مع بعض فيرب فير بياخد دي ودولا ودو الا بستروف ودي، وفيرب جوي بياخد او والا والا بستروف وو، واي فعل غير فير وجوي بياخد المعرفه. طيب ما ننساش برضو عندنا افعال مهمه جدا زي فيرب اترابي، كورير، لانسي، سيفلي، برضو زي افعال الميول والرغبه بياخدوا ادوات معرفه حسب نوع اللعبه الرياضيه لو لا الابوستروف ولي. انواع الالعاب الرياضيه عندنا اهو لو تينيس، دي كلها مفرد مذكر، فوتبول، فولي، باسكت، سكاي، سكات، بادمنتو، فيلو، سيكليزم، جودو، كاراتيه. كل الافعال اللي قالها مسيو رامي كلها مذكر، طبعا في عندي العاب تانية مذكر بس دي اهم الالعاب بالنسبه لي، لكن في كمان عندي العاب مؤنث زي لا ناتاسيون، ناتاسيون يعني السباحه، بوكس، ليت، بيتونك، كورس، مارش، دي افعال كلها مفرد مؤنث لازم اهتم بيها ولازم اعرف الادوات اللي بتيجي معاها، سواء كان معايا فيرب فير او جوي او اي فعل تاني، لازم برضو عيني تكون جايبه الادوات بالكامل. طيب ثم الالعاب الرياضيه اللي بدأ بحروف متحركه عندنا اهم الثلاثه عندنا اسكالاب، اسكريم، اكويتاسيو، دولت مهمين جدا دايما معاهم بياخد دو الا بصف مع فعل فير، الا بصف مع فعل جوي، الا بصف طبعا مع افعال الميول والرغبه وباقي الافعال اللي احنا قلناها من شويه. تمام يا مسيو، هنكمل بقى بالنسبه للالعاب الجمع. عندي اشك يعني شطرنج وكارت وجو فيديو. كده احنا خلصنا جزئيه الافعال الرياضيه، هنعمل مع بعض كده اكزرسيس بسيط. طب قبل الاكزرسيس معلش يا مستر استاذنك، عايزين نعرف برضو الطلبه، احنا دلوقتي قلنا لهم الالعاب الرياضيه المذكره والمؤنثه بدا بحروف متحركه والالعاب الرياضيه الجمع. طب الادوات اللي مستخدمه معاهم زي انواع الكرات ايه؟ عندي في بالو، دي الكره الكبيره، بال كره صغيره، بول كره الحديديه، الفولا كره التنس، الريشه. وطبعا احنا عارفين البالو هتستخدم مع ايه؟ ها مين يقدر يقول لي البالو معناها كره كبيره، ايه الالعاب الرياضيه اللي ممكن تتلعب بكره كبيره زي يا مستر محمد؟ زي الفوتبول والفولي والباسكت، كره ممكن امسكها بدايه الاثنين يعني كره كبيره. بالظبط كده. وعندي نوع الكره الثاني بال معناها كره صغيره، ايه الالعاب الرياضيه ممكن تتلعب بكره صغيره؟ يعني عندي البينج بونج والتنس
تمام. والكره الحديديه عندي بول، كره حديديه دي اصغر شويه من الكره الصغيره. كره حديديه دي انواع الالعاب الرياضيه بتاعتها ايه؟ ما فيش غير البيتونك بتستخدم فقط مع البيتونك، يبقى البول مع البيتونك. طيب والفولا اخر حاجه اسمها كره التنس ريشه، ريشة. ما الاسم اللعبه اتعرف بتاعتها اللي هو اسمها بادمنتون. بادمنتون تمام. بادمنتون تمام كده. دلوقتي مع ميس محمد عرفنا الافعال بحروف الجر، وعرفنا الالعاب الرياضيه المذكره المؤنثه واللي بدا بحروف متحركه والجمع، ثم عرفنا انواع الكرات. دلوقتي هنتنقل للجزئيه الاخيره اللي معانا اللي هي عايزين نحل تمرين نتدرب. عايزين، انا فهمت دلوقتي، فهمت الشرح وفهمت ايه اللي عايزين نعرف نحل. ها سمحان. طيب مسيو زين جو تنس، هختار دي ولا او ولا لو؟ هختار طبعا فيرب جوي، لازم بختار مع اللعبه المذكره بختار او، يبقى الاجابه هنا عندي مسيو زين جو او تنس. تمام. الجمله الثانيه، رامي في نقط بوكس. رقم واحد ابص، تبص للفيرب، الفيرب هنا مين؟ فيل، هو اصله فعل ايه؟ فير. فير هيجي معاه ايه؟ عندي اربع ادوات، دو دي لا دي لا بص ودي، او اذا كانت الجمله منفيه عندي دو او دو الا دو ابص. هنا جمله منفيه، لا هنا الجمله مثبته، يبقى انا عندي 1 2 3 4، اختار واحده حسب نوع الايه؟ اللعبه. اللعبه هنا ايه؟ بوكس مفرد مؤنث، مين هتاخد مفرد مؤنث؟ هتبقى الاجابه هنا دو لا، فالكتابه هنا يبقى اجابه دو لا، عشان اللعبه عندي هنا مفرد مؤنث. المثال التالي طبعا مسيو شادي عالم كبير جدا من عالم اللغه الفرنسيه ومدخلينه في اللعبه اهو. مسيو شادي ادور ناتاسيون، فيرب ادور، ولا هو فير ولا هو جوي. طول ما انا بعدت عن فير وجوي يبقى ده فعل يا جماعه من افعال الميول، باخد معرفه على طول، بختار يا جماعه مع الناتاسيون لا. طبعا انا مسيو شادي فوق دماغي، بس من اللي يدعى بالمذكر هنا اللي يدعى باللعبه نفسها، بشوف اللعبه مؤنث ولا ايه، فاشتغلت على اللعبه، يبقى مسيو شادي ادور لا ناتاسيون. تمام. الجمله بعد كده مسيو تامر حبيبنا، برده مسيو تامر الرفاعي، علم من اعلام اللغه الفرنسيه زي مسيو شادي على راسنا، جروب تامر وسمير. هنا مسيو تامر ني في با نقط فوت، نفس الجمله رقم 2، الاثنين متشابهين، احنا حللنا مع بعض الجمله رقم 2 بس فيها كان فيها فعل فير اثبات. الجمله رقم 4 برضه فيها فعل فير بس نفي، واحنا قلنا من شويه فعل فير لازم لما اشوف فعل فير اشوف هو بياخد ايه حروف الجر، عندي دو دي لا دي لا بصف ودي ودي مع النفي، دو اذا كان الكلمه او اللعبه الرياضيه بدا بحرف ساكن، دو بصرف اذا كانت اللعبه الرياضيه بدا بحرف ايه متحرك. خلاص انا عرفت هنا الجمله او الفعل منفي، وانا عندي اختيارين اثنين، يا دو يا دو ابصرف. طب هشوف اللعبه، اللعبه هنا بدا بحرف ساكن وبدا بحرف متحرك، بص فوتبول، تبقى الاجابه بدا بحرف ايه؟ بدا بحرف هنا ساكن، فالاختيار هيبقى دو، فادي الاجابه. لازم افكر واحل بهذه الطريقه عشان اتاكد من الاجابه الصحيحه. عندنا المثال الاخير بقى، مسيو سمير، سمير المصري مش كده؟ في ايكيتاسيون حبيبنا برضه. اه حبيبنا طبعا، عالم من اعلام اللغه الفرنسيه. طيب هختار يا جماعه دو الابوستروف عشان ايكيتاسيون بادئه بحرف متحرك. كده قدرنا نلم افعال الرياضه بالكامل معايا مسيو شادي، قدرنا نلم كل افعال الرياضه، وهناخد جزئيه ثانيه ملحوظه بسيطه كده لازم نهتم بيها. عندي ملحوظات في غايه الاهميه بالنسبه للدرس ده. اهم ملاحظات الدرس، في عندي واحد، الملحوظه الاولى، لو عندي فعلين في الجملة دايما بهتم وبحاسب نفسي على الفعل الثاني، يبقى دايما بهتم بالفعل الثاني، زي مثلا مسيو رامي، كريم، ايم، جوي، نقط فوت، هختار لو ولا دي ولا او. زي ما مسيو محمد الرزاح كريم ام جوي، عندك دلوقتي فعلين اربعه، انا هتلخبط، هختار الاجابه مع الفعل الاولاني ولا هختار الاجابه مع الفعل الثاني؟ انا دايما اقول للطالب خد الاجابه حسب الفعل الاقرب للعبه. الفعل الاقرب للايه؟ للعبه، اللي هو دايما الفعل رقم كام؟ الثاني او رقم اثنين، واحنا من شويه لسه قايلين فعل جوي بياخد حروف جر اربعه، او الا الا بصرف او الجمع، حسب نوع اللعبه بقى هنا اختار، اللعبه هنا مين؟ فوتبول، فالاجابه هنا هتبقى ايه يا شباب؟ او، عشان فوتبول مفرد ايه؟ مذكر. تمام. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الحلقه الاولى والفيديو الاول، وعلى لقاء بتكمله باقي الفيديوهات وباقي الشرح
في الفيديوهات القادمة إن شاء الله مع قناة الوفد التعليمية. وشكرا. شكرا.